السلام عليكم، أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا لايك وتعليق بخصوص الموضوع. ففي هذا الفيديو حفل ليلة تكريم صوت الأرض بالرياض الذي حضر فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وكان من ضمنهم الفنانة الجميلة والمتألقة أسماء المنور والفنانة المغربية الكبيرة سميرة سعيد. وأترككم مع إطلالة أسماء المنور وسميرة سعيد.